باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. الأزمات بتمر بكل الناس والله قادر على حل كل المشاكل، بس ساعات الحلول تكون حلول قوية جدا لا يتخيلها الإنسان، ما تجيش على بال واحد. تعالوا نشوف عمل الله العجيب. قصتنا قصة حصلت في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. عيلة صغيرة، راجل ومراته وعياله، وعايشين حياة متواضعة. هو عامل في السكة الحديد، وعايشين وشاكرين ربنا، عايشين في أوضة، واللي بيجي بيقضيهم، ياكلوا ويشربوا ويتعلموا، ولكن على القد قوي، لأنه حياتهم بسيطة، لأن العامل ده يعني أجره قليل، والست ما بتشتغلش وقاعدة بالعيال، فكانوا حياتهم متواضعة بس شاكرين ربنا الحمد لله. وبعدين مرت الأيام وتحدث مفاجأة صعبة صعبة جدا. عارفين إيه؟ الراجل الشاب ده مات وساب أرملة صغيرة وأطفال صغيرين. الموضوع كان صعب جدا، كانت مش عارفة تعمل إيه، وقعدت تدور على أي شغل، ولكن كان الإيراد قليل جدا. في ناس ساعدوها، بس اللي بيساعد مرة مش بيساعد التانية، فالحياة بقت صعبة لدرجة بقت مش قادرة إن هي توفي الإيجار بتاع الأوضة. إيجار الأوضة إحنا بنتكلم في أوائل القرن العشرين. إيجار الأوضة كان ضئيل، بس هي برضه معهاش فلوس. كان إيجار الأوضة $5، بس بدأ يتراكم عليها ومش قادرة تدفع، وصاحب المكان عايز الفلوس. فقعدت تصلي تقول يا رب أنا نفسي تعمل حاجة معايا، ما تسيبنيش يا رب. طب أعمل إيه؟ سلف وبسلف من كل الناس شغل وبحاول أشتغل. وبعدين جت في على بالها فكرة، قالت طيب ما جوزي مات وهو في وسط شغله، يعني مش جايز يحنوا عليه ويدوا له يعني مكافأة نتيجة إنه مات في الشغل، يعني تعويض عن إن الراجل اشتغل لغاية آخر وقت ومات في وسط الشغل. طب أنا أروح، بس أروح لمين؟ جه على بالها حاجة غريبة قوي، قالت ما أنا هخش بقى في تعقيدات ويقولوا لي استني ويبعتوني من واحد للتاني. أنا أروح لملك السكة الحديد كورنيليوس بيه ده، طبعا يقدر ياخد قرار بأي حاجة، مين يقدر يمنعه ده؟ بس جالها فكرة، طب هوصل له إزاي؟ وأنا ست غلبانة وده راجل عظيم جدا، إزاي أوصل له؟ قعدت تصلي يا رب وأنت عايزني أروح، وأروح إزاي؟ وكل ما تصلي يزداد الإلحاح والسلام في قلبها إنها تروح تقابل كورنيليوس ملك السكة الحديد. في الآخر قلت له حاضر يا رب أروح، وفعلا صلت وراحت. والعجيب إن ربنا يسهل إنها تقابله. طلبت من السكرتارية بتاعته إن أنا جوزي كان بيشتغل في السكة الحديد ومات، وأنا بس عايز أقابله ولو دقيقة واحدة. قال لها طب حاضر. ورتهم الأوراق إن هي جوزها كان بيشتغل في السكة الحديد. قال لها طيب، ودخلوها. دخلت عند كورنيليوس وقالت له القصة بتاعتها باختصار، وإزاي إن هي تعبانة جدا وان هي جاية محتاجة ل5 دولار عشان مش قادرة الشهر ده ان هي توفي الايجار. قال لها راجل بهدوء كده، قال لها حاضر، تعالي لي بعد يومين هكون فحص الموضوع عشان اتاكد. قالت له حاضر يا بيه. وقال لها لا تعالي تعالي وما تخافيش، ربنا هيشتغل. وكان كلامه مطمئن. فمشيت واحد تصلي 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 تصلي، ورجعت بقى في الميعاد. فوصلت سكرتيرة قالت لها انا فلان، لا عارفاكي، ده كورنيليوس بيه عايزك مستنيكي. انا؟ قالت لها اه، هو قال كده لما تيجي دخلوها. قالت لها طيب متشكرة قوي. دخلت جوه وقال لها انا فحصت موضوعك وانت فعلا يعني مظلومه ومحتاجه فلوس، وانا كتبت لك شيك اهو، روحي اصرفيه من البنك لان انت فعلا تستحقي. خدت الشيك، قالت له متشكره قوي متشكره قوي، وخرجت وهي مبسوطه جدا. راحت على البنك وهي مبسوطه هتعرف تسدد الايجار. ادت الشيك اللي قاعد في البنك، قال لها طيب اتفضلي، واداها 500 دولار. قلت له لا 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 حضرتك غلطان، ده هو 5 دولار بس. قال لها يا ستي مكتوب 500 دولار. قلت له لا لا انا ما بصيتش في الشيك، بس انا عارف انا طلبت منه ايه، طلبت 5 دولار. لا هي 5 مش 500. لا ماليش دعوه، الشيك بيقول 500. طب خلاص مش عايزه حاجه، اديني الشيك. لا انت حر. خدت الشيك وراحت رايحه تاني يوم لكورنيليوس بيه. راحت هناك وقالت للسكرتاريه انا ممكن اقابله؟ قالت لها في حاجه؟ قالت لها اه في غلطه، بس في غلطه بس عايزه اتصلح يعني اقابله، حاجه غلطه في الشيك اللي انا خدته. لا طيب. دخلتها قالت له يا بيه يعني انت حضرتك يعني مشكورا تعبت واديتني الشيك، انا طلبت من حضرتك 5 دولار وانت يعني الشيك فيه غلطه. لها ايه؟ قالت الشيك مكتوب فيه 500 دولار، فانا رحت للراجل قال لي خدي 500 دولار. قلت له لا 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 لا، وسبت الفلوس وجبت الشيك عشان تصلحولي وتديني 5 دولار اللي انا محتاجه لها، في غلطه يظهر حصلت. الراجل قال لها طب هاتي الشيك، وبص فيه 500 دولار. قال لها انت امينه كده ليه؟ ايه الامانه اللي عندك دي؟ يبقى في ايدك 500 دولار وما تاخدهمش، انت امينه جدا. بعدين بص كده قال لها هو فعلا الشيك غلط. قالت له طيب الشيك غلط وانا هصلحه حالا. قطع شيك وطلع شيك تاني وكتب فيه 5000 دولار. ولا اتفضلي دي 5000 دولار. قالت له لا لا حضرتك بتقول ايه؟ قال لها انت الامانه بتاعتك دي عظيمه جدا مفيش زيها، 5000 دولار دول ليكي وانت وعيالك عشان تعيشي الحياه الفتره اللي جايه دي كلها، والامانه بتاعتك دي كبيره كبيره جدا. خرجت وهي مش مصدقه، ايه ده يا رب ايه ده يا رب، انا اطلب 5 دولار تديني 5000 دولار، ايه ده يا رب ده. بقت فرحانه جدا بتتنطط وهي ماشيه على الارض وعماله تصلي وتشكر ربنا، وصرفت الفلوس وراحت بقى عشان تعيش حياه حلوه، مطمنه ان في عندها فلوس للبنك بقى تكمل بها معيشتها ايام كثيره وسنين كثيره. وشكرت ربنا الحنين الحنين اللي بيعمل حاجات فوق العقل، فعلا تدبيره يفوق العقول. كنت امينا في القليل فأقيمك على الكثير. الأمانة يا جماعة مهمة جدا. الأمانة دي حاجة عظيمة يتميز بيها أولاد ربنا، عشان كده التدريب بتاعنا هيكون هو الأمانة. الأمانة في كل شيء، أمانة بالنسبة لله في وقته، ندي الوقت بتاع ربنا، والأمانة في ندفع العشور والبكور، والأمانة في التعامل مع الناس، أدي حقوق الناس كلها قبل ما أفكر في حق إيه، ولو أنا خدت حاجة من حد أكون أمين أرجع الحاجة لازم. أمانة في كل التفاصيل. فالله يباركني مش بس على الأرض وفي السماء كمان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.